منافسات عالمية تستهدف طلاب الجامعات وبعيدة كل البعد عن الجانب الأكاديمي، وهذه المرة تأتي من جانب اهتمامهم بالألعاب الإلكترونية، حيث شارك أكثر من 10,000 لاعب يمثلون أكثر من 220 جامعة للوصول إلى المرحلة النهائية من منافسات أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية. هاي الفعالية تعزز مهارات الشباب ونمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارة. نحن ياسين نشهد مباشرة كيف استوت الألعاب دافع للابتكار والتميز. عندنا اليوم أفضل فرق من الجامعات، حيث تأهل للمشاركة في نهائي البطولة فريق دولة الإمارات والسعودية ومصر والمغرب للتنافس على لقب أفضل فريق. بشراكتنا في شراع مع أمازون، نحن ملتزمين بتنمية مواهب الشباب وتقديم فرص تعليمية في مجال الرياضات الإلكترونية. الأعصاب مشدودة والتركيز وصل إلى أعلى مراحله في نهائي البطولة الذي جمع فريقين من السعودية والمغرب، لتشهد الجولات سجالا بين اللاعبين. تمكن في ختامها فريق أكاديمية النصر السعودي من حصد لقب الدورة الثانية من هذه البطولة. الرياضات الإلكترونية مهنة جديدة زيها زي ألعاب كرة القدم، كرة السلة، ففي لاعبين محترفين في الموضوع. دورنا إحنا أنه نقوم زي ما أنت قلت بإدارة كيف ينظموا وقتهم في الألعاب الإلكترونية واللي هي راح ممكن تكون مستقبل لهم كمهنة، وكيف نخليهم يحافظوا بنفس الوقت على دراستهم. الحدث ولأول مرة شهد تنظيم حفل مباشر لتتويج قمة الرياضات الإلكترونية الجامعية في المنطقة، وقد فتحت أبوابه للجمهور ليتمكن عشاق هذه الرياضة من حضور الحدث والتشجيع والتفاعل مع اللاعبين داخل قاعة المنافسات. هو مشروع يسعى إلى دمج الجانب الترفيهي والتنافسي لألعاب الفيديو مع الأنشطة التعليمية من خلال تواجده في 21 دولة حول العالم، وتقدم كل دولة من هذه الدول ورش عمل لطلاب الجامعات المهتمين بمعرفة المزيد عن هذه الصناعة وبإشراف وتوجيه مختصين في صناعة الرياضات الإلكترونية. عبدالله الزعبي، قناة الغد، إمارة الشارقة.